بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، صل وسلم وبارك على من ارسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، وارض عن اله واصحابه ومن سار على نهجه، وارض عنا معهم يا رب العالمين. هذه العشر الثانية من رمضان ترسل إلينا تحيات الوداع، وقد دخلنا منذ هذه الليلة في العشر الأواخر، فهذه الليلة إحدى الليالي المرجوة أن تكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر وفي الأوتار منها بالأخص كما ورد في مجموع أحاديث. وليلتنا هذه هي ليلة الحادي والعشرين من رمضان. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد مئزره كناية عن الزيادة في العبادة والاهتمام بها أكثر وأكثر، وأيقظ أهله أي أيقظهم لصلاة قيام الليل، وأحيا ليلة أي معظم ليله يقومه في أداء التهجد لله عز وجل. اعتاد كثير من الإخوة ومنذ القديم أن تنقلب عندهم العشر الأواخر إلى غير مقصودها، فمعظم الإخوة الذين يشتغلون بالبيع والشراء يقولون هذا هو الموسم. طيب، موسم البيع والشراء وموسم الرحمات أين هم؟ يقضون من الآن إلى قريب من الفجر، فإذا وصلوا إلى الفجر أنهكوا من التعب. قال: هل يحرم البيع والشراء؟ ما قال أحد بأنه حرام. هل يمنع في رمضان؟ ما قال أحد بأنه يمنع، ولكن أن تجعل كل اهتمامك للبيع والشراء والعمل الدنيوي وتنسى العمل الأخروي فهذه مصيبة في حق نفسك. الله تعالى تكفل لك بالرزق، والله تعالى جعل رزقنا في السماء، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فبالله عليك يا أيها المسلم لا تضيع هذه العشر الأواخر، فهي زبدة هذا الشهر، وهي أكثر هذا الشهر فضلا وأجرا عند الله تعالى العظيم. كنا نتكلم عن فتح مكة منذ البارحة، وقد توقفنا عند بعض مواطن العبرة، وقلنا إن كل دروس السيرة فيها العبرة، ولكننا نحاول أن نقتبس بعض المواضع بما فيه زيادة فائدة لنا حتى نتوقف عنده لنتأثر ونتعلم ونعلم أنفسنا ونتبع ونقتدي. يصل المسلمون إلى أرض مكة، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوزعوا في الدخول إليها، وألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وكان قبيل ذلك قد جاءه بعض الناس فأرسل إليهم أن قولوا لأهل مكة: من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تذكرون البارحة تكلمنا عنه لما جاء قبيل الفتح بأيام، جاء إلى المدينة ليتلمس طلب أن يزيد المسلمون في عهد صلح الحديبية، لكنه لم يستطع ورجع. الآن يقول: من دخل داره فهو آمن. تفرق الناس، وصل المسلمون إلى قريب من الكعبة، سيدنا رسول الله داخل إليها على حال عجيبة هي موطن الشاهد من قصة أو من القصص التي سأسوقها اليوم. دخل على حال عجيبة، هو الآن قائد المسلمين الذي يدير أمورهم في شؤون الدين والدنيا، هو قائد جيشهم، هو المقدم فيهم، هو الذي يفدونه بأرواحهم. يدخل أمام الناس ورأسه قد أحناه حتى إن لحيته الشريفة لتمس واسطة الرحل، يعني الجمل الذي يركب عليه يصيب ظهره الذي يجلس عليه، يصيب لحيته الشريفة. يدخل مكة المكرمة هكذا. تخيل هذا المشهد الرهيب،
إنسان يفتح بلدا وينتصر على أهلها وحوله من يحبونه من جنوده يفدونه بأرواحهم يدخل بهذه الطريقة. عادة الناس من السابقين واللاحقين كما قال الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه عادة الناس من القديم وإلى الجديد وإلى قيام الساعة، إلا من كان على نهج الأنبياء. سيدنا رسول الله يدخل بهذه الحال، هذه الحال لا تتصور. القوي المنتصر يدخل رأسه ورأسه محني تواضعا وتذللا وانكسارا لله عز وجل. نعم، هذا شأن الفاتحين بحق، هذا شأن الذين يخشون الله بحق، هذا شأن الذين يريدون لا يريدون في علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما هم من المتقين والعاقبة للمتقين. دخلها بهذه الحال، هذه حاله الظاهرية، حاله الباطنية يعبر عنها لسانه، فيقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا أنا ولا جنودي ولا قوتي ولا كل شيء معي نستطيع فعل شيء، وإنما كل ما أوتيناه من فضل الله تعالى علينا. هذا هو الإيمان. إن أعزك الله في موقف، إن نصرك الله في موقف، إن أقامك الله تعالى مقام صاحب الوجاهة في موقف، فتواضع وتذلل مباشرة لله رب العالمين، حتى لا يأتيك الشيطان فينفث فيك سموم الاستكبار على عباد الله. فإن الإنسان في هذه المواطن يرى نفسه خيرا من البلاد والعباد، فيقول: افعلوا لا تفعلوا، أسامح فلانا لا أسامح فلانا، أعفو عن فلان أضرب فلانا، لأنه يزهو بنفسه أنه هو القوي، وإنما القوة الحقيقية لله. هذا المشهد يا أيها الكرام يعلمنا التواضع بأجلى صوره، يعلمنا تحقيق العبودية لله عز وجل. مهما آتاك الله من نعمة فانسبها إلى صاحبها تزدد منها، فإن نسبتها إلى نفسك حرمت منها. يحني رأسه، ينسب النصر إلى الله وحده، يردد سورة الفتح، يرجع فيها أن يقرأها بتمهل، ويردد آياتها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا بقدرتنا بعظمتنا بألوهيتنا لا بفضلك ولا بفضل أحد من الناس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. المشهد الثاني وموطن العبرة الآخر: فتحت مكة ودخل المسلمون ورأى رسول الله 360 صنما حول الكعبة، جعل يشير إليها بعود كان في يده يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكلما أشار إلى صنم خر الصنم على وجهه منقلبا. قال الصنم: يعني تلعب به الرياح؟ لا، تحركه قدرة الملك العلام بإذن الله إكراما لنبيه المصطفى. الأصنام كما قال أهل العلم كانت مثبتة في الأرض بالرصاص، حفرين الرصاص ومثبتين في الأرض، لا يحركها إلا جماعة رجال، كل صنم، فيشير إليها بعود من بعيد فتنقلب بإذن الله على وجهها. رحلت الأصنام، لما رحلت طاف بالبيت سبعة، دخل الكعبة، أخرج ما كان فيها أيضا من مظاهر الشرك، طاف فيها، صلى فيها ركعتين في جوف الكعبة، خرج منها، اجتمع الناس الكافر والمسلم، قريش خرجت والمسلمون بطبيعة الحال كانوا موجودين، ووقفوا جميعا حول الكعبة ينتظرون بيان الانتصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كلاما أيضا لا يدل إلا على أنه رسول من الله حقا، أمسك بحلقة الباب،
لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. يا معشر قريش، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. شوفت الحال، أنتم بنو فلان، عشيرة فلان، أذهب عنكم هذا. كلكم لآدم، وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال لهم وقد نظر في الوجوه والعيون شاخصة إلي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهذه الكلمة الموجزة تحتها كلام طويل. فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وقبلها 13 سنة بمكة، وهذه 21 سنة، وأهل مكة بجلهم يكذبونه، يؤذونه، يعادونه، يحاربونه، أخذوا ماله ومال أصحابه، كل هذه الجرائم ارتكبوها في حقه. 21 سنة، من يتصور هذه المدة؟ مدة ليست بالسهلة، وليس بمقدور الإنسان العادي أن يحتملها. إنسان يؤذيني 3 مرات متتاليات، أقول في نفسي الله لا يسامحه في الدنيا والآخرة. هذا ما يقوله معظم الناس على مدار شهر. 21 سنة من الأذى فيسكتون. ما تظنون أني فاعل بكم؟ كما قلت تحتها كلام طويل. أنتم تستحقون جميعا القتل ولا شيء سوى القتل. أولا لأنكم كفار لا تؤمنون بالله وتعبدون هذه الأصنام، هذا أول شيء، قبل كل شيء، بسبب كفركم. ثانيا بسبب أذاكم. ثالثا بسبب أخذكم لأموال الناس. رابعا بسبب قتلكم للمسلمين. خامسا بسبب ظلمكم لبعضكم. وعد من الأسباب ما شئت. ما يستحقون، عرفوا ما يستحقون. فوجمت الأنفس وخرست الألسنة وسكت الناس ولم يحاروا جوابا. وأنطق الله رجلا منهم فقال هؤلاء أولاد أخيك وإخوتك وأبناء عمك وأنت رجل كريم فاصنع بهم ما شئت. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإذا كان المنع والوصل لله تساوى التقريب والإقصاء، فعله كله جميل، وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. هنا قلبه أطهر القلوب، هنا قلبه الذي لا يشبهه قلب، نفسه التي قال الله عنها وإنك لعلى خلق عظيم، يعفو عن الناس جميعا. فلما رأوا منه هذا الخلق قال أكثرهم بنفس واحد ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. العفو يا أيها الأحبة عمن آذاك. نحن كما قلنا الآن على موعد مع ليلة القدر في هذه الأيام. كم آذاك من الناس؟ قد يكون أخوك، ابن أمك وأبيك قد آذاك، أختك، جارك، صديقك، قريبك. أعف عنه لله لا ابتغاء دنيا. أعف عنه في هذه الليالي المباركة. قف بين يدي الله وقل اللهم إني سامحت من آذاني ابتغاء وجهك وعفوك يوم القيامة، ابتغاء وجهك وعفوك يوم القيامة. لا تنتظر منهم أن يقولوا لك شيئا، لا تنتظر من جارك ولا صاحبك ولا قريبك الذي آذاك أن يأتي ليعتذر. فأنت تعفو لله وترجو رحمة الله. ما عفى عبد عمن آذاه إلا زاده الله بذلك عزا، إلا زاده الله بذلك عزا. فلما دخل مكة واستقر الأمر وعفى عن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سئل ابن عباس عن معنى هذه السورة التي نزلت فقال هذا
أجل رسول الله نعي إليه. إذا رأيت النعم تترى عليك فاشكرها وكن مستعدا في أي لحظة للقاء الله، فأن تلقى الله تعالى وأنت مطمئن بدينه راض عن قضائه وقدره خير من أن تلقاه وفي قلبك شكوك وفي النفس تغير عما قدر الله تعالى عليك. فمن رضي بما قسم الله له فتح الله تعالى له أبواب الفرج عن كربه جميعا. فرج اللهم كروبنا بحرمة هذه الأيام المباركة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.